نفس التفكير الغبي اللي مرسوه في الدولة المصرية قبل كده واللي مرسوه في دولة ليبيا العزيزة أيضا قبل كده بيحاولوا يمرسوه في دولة تونس، إنهم جماعة الإخوان الإرهابيين اللي ما بيتعلموش من التجارب السابقة بتاعتهم، التجارب اللي فشلت. بدأوا المخططات بتاعتهم بنفس السيناريو في قلب دولة تونس استعدادا لانتخابات البرلمان القادم. ماذا يحدث في قلب الدولة التونسية وما هي مخططات جماعة الإخوان الممثلة في حركة النهضة؟ ده اللي هنعرفه خلال الحلقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان اللي تم تجميده وتم الإطاحة به، الراجل ده كان أطلق تصريحات قال فيها: بصوا يا جماعة، انتوا بتتخانقوا معايا ومتصورين ان انا راجل ديكتاتور، انا والله مش راجل ديكتاتور، انا مستعد اتخلى عن رئاسة حركة النهضة بس بشرط لو اتقدم لأي طرف بتسوية لأزمة دولة تونس، وانا اقتنعت بالتسوية ديت انا في الحالة ديت هتخلى عن رئاسة النهضة. ان شاء الله عنك، ما ان شاء الله عنك ما تخليت عن رئاسة النهضة. هو انت بتساوي نفسك بالدولة؟ يعني سيادته بيقول، يعني فيما معناه لو ان السلطات التونسية جات له وقدمت له حلول للدولة التونسية واقتنع بيها هو هيتخلى عن رئاسة النهضة. يا حلتها، انت مين عشان الرئيس قيس سعيد رئيس دولة تونس او السلطات التونسية او الحكومة التونسية تيجي تقدم لسيادتك فروض الطاعة والولاء وتقول لك والنبي يا غنوشي تعال كده شوف ايه رأيك في المقترحات ديت، انت مبسوط منها ولا لا؟ فانت اذا اقتنعت في الحالة ديت هتتخلى عن رئاسة النهضة، ولو انت ما اقتنعتش مش هتتخلى، ان شاء الله عنك ما تخليه. ازاي انك انت تساوي نفسك كرئيس حزب معارض بالدولة التونسية؟ بناء على اي اساس؟ اذا كنت انت اساسا ممنوع من ممارسة العمل السياسي بناء على التهمات الموجهة ليه. ثم راشد الغنوشي قال كمان ان رئاسة حركة النهضة ورئاسة البرلمان واي رئاسة اخرى هي امر هين وقليل قدام مصلحة تونس، ده باعتبار ان هو حريص على مصلحة الدولة التونسية، ما خربش وما دمرش في العشرية السوداء وارتشى وسرق ونهب ومارس العمليات الارهابية، باعتبار ان الراجل يا حرام حريص على مصلحة تونس. سيادته حضراتكم عارفين ان هو كان اعترف قبل كده ان هو فعلا مسؤول عن المشاكل اللي بتواجهها الدولة التونسية في الوقت الراهن، وقال بس احنا معانا ناس مسؤولة تانية من قيادات تونس في سنوات سابقة. ثم راشد الغنوشي كان صرح ايضا وقال لو تقدم لينا اي طرف بتسوية للمشكلة التونسية تتطلب هذه التضحية فهو امر يسير بالنسبة لنا، لكن ان انا ابادر واتخلى عن رئاسة النهضة مش هيحصل. يعني اذا الراجل حريص على المنصب مش زي ما هو بيقول، ولذلك احنا فوجئنا بقى يا حضراتكم نفس المخطط القذر اللي عملوه في الدولة المصرية في أعقاب ثورة 30 يونيو لما شعب مصر سحق هؤلاء الخونة أسفل الجزم. قالوا حزب الحرية والعدالة احنا ملناش دعوة بيه، ده ابن 60 في 90 واحنا عرفنا أساسا من قياداته، ده اللي هم بتوع عناصر جماعة الإخوان جزء منهم، ولذلك احنا مش عاوزين حزب الحرية والعدالة، احنا هنشكل أساسا حزب جديد، الحزب ده هو مالوش علاقة بالإخوان، ويا إخواننا نحن أبرياء أمام الله من هؤلاء الخونة. يا راجل عرفتكش أنا كده؟ نفس اللي حصل أيضا في قلب الدولة الليبية لما اقتربت الانتخابات الرئاسية من أبوابها في ديسمبر الماضي وتصورنا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هتدعم إجراء هذه الانتخابات وتصورت جماعة الإخوان أن أمريكا تخلت عنها، الشكل ده أعلنوا هم كمان وقالوا إحنا قررنا نحول الحزب الإخواني بتاعنا إلى جمعية أهلية، وكل قيادات هذا الحزب الإخواني ملناش دعوة بيهم، ومجموعة من جوه جماعة الإخوان الإرهابيين وجوه الحزب الإخواني ده قالوا بصوا يا جماعة إحنا هنؤسس حزب جديد ملوش علاقة بالإخوان. ثم طبعا لما حصل اللي حصل وتوقفت الانتخابات الرئاسية رجعوا في كلامهم ووقفوا كل حاجة. دلوقتي حضراتكم بقى الأخبار جاية بتقول إن القيادات منشقة عن حركة النهضة الإخوانية بتستعد لإطلاق حزب جديد تخوض من خلاله الانتخابات البرلمانية القادمة. عرفتكش أنا كده؟ هو ده اللي احنا حذرنا منه شعب تونس العزيز، قلنا بالحرف الواحد خلي بالكم هيرجعوا مرة أخرى بأشكال شتى زي الأفعى أو زي الحرباية بميت لون، وبناء عليه شعب تونس العزيز خلي بالكم لأنه هم هيخرجوا في أثواب أخرى. حتى الكلام ده قلناه من حوالي 3 أيام بالضبط وخصصنا بخصوصه حلقة، ها هي تحليلاتنا اللي احنا رصدناها لحضراتكم وطرحناها قدامكم تتحقق. ما مرش عليها 3-4 أيام وبدأت في التحقق، قيادات منشقة عن حركة النهضة قالوا بصهم احنا ملناش دعوة بحركة النهضة، احنا خلاص طبنا إلى الله وعدنا إلى الشعب التونسي العزيز، يا ريت إن كنتوا
انتوا تقبلونا وسط جموع الشعب التونسي. يا حلتها عرفتكش انا كده، ولذلك احنا بندق اجراس الخطر ونقول للشعب التونسي خلي بال حضراتكم تحليلاتنا صدقت، رؤيتنا بتحصل، انتبهوا للخطر القادم.